بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق الزهري عن عروة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا فيها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: هذه غرة من عدو وغنم ورزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل منهم: لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: أتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى آخر الآية. فحدثهم الله في كتابه: إن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وإن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك، من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله، وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله. وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري ومقسم قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي أول ليلة من رجب وهو يرى أنه من جمادى فقتله، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الزهري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعده. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق يزيد بن رومان عن عروة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة، فقال له: كن بها حتى تأتينا بخير من أخبار قريش. ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير، فقال: اخرج أنت وأصحابك
حتى إذا سرت يومين يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به فامض له، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل عليك منهم. فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمع وطاعة، فمن كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره ذلك منكم فليرجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا. فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا عليه يطلبانه. ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة بن عبد الله، معهم تجارة قدموا بها من الطائف، أدم وزبيب. فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقا قالوا: عمار، ليس عليكم منهم بأس. وأتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر يوم من رجب، فقالوا: لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فليمتنعن منكم. فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب المغيرة فأعجزهم، واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منهم شيئا. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، سقط في أيديهم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين. وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد الدم الحرام، وأخذ المال وأسر الرجال، واستحل الشهر الحرام. فأنزل الله في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. فلما نزل ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرة وفدى الأسيرين، فقال المسلمون: يا رسول الله، أتطمع أن يكون لنا غزوة؟ فأنزل الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وكانوا ثمانية، وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش. وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال: يسألونك عن قتال فيه، قال: وكذلك كان يقرأها عن قتال فيه. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش رحمه الله تعالى قال في قراءة عبد الله: يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة أنه كان يقرأ هذا الحرف قتل فيه. وأخرج عن عطاء بن ميسرة قال: أحل القتال في الشهر الحرام
في براءة في قوله ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه سئل عن هذه الآية فقال هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام. وأخرج النحاس في ناسخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير أي عظيم، فكان القتال محظورا حتى نسخته آية السيف في سورة براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فأبيح القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما والفتنة أكبر من القتل قال الشرك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ولا يزالون يقاتلونكم قال كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله أولئك يرجون رحمة الله قال هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله تعالى أهل رجاء، إنه من رجا طلب ومن خاف هرب. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في هذه الآية قال هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله تعالى أهل رجاء كما تسمعون. قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردوية والحاكم وصححه والبيهقي والضياء والمقدسي في المختارة عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل. فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر التي في سورة البقرة، فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نشرب الخمر فأنزلت يسألونك عن الخمر والميسر فقلنا نشرب منها ما ينفعنا، فأنزلت في المائدة إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، فقالوا اللهم قد انتهينا. وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال إنما سميت الخمر لأنها صفى صفوها وسفل كدرها. وأخرج أبو عبيد والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الميسر القمار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال: الميسر القمار. وإنما سمي الميسر لقولهم: أيسروا جزورا، كقولك ضع كذا وكذا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: الميسر القمار. كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. وفي قوله: قل فيهما إثم كبير، يعني ما ينقص من الدين عند شربها ومنافع للناس، يقول: فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، وإثمهما أكبر من نفعهما، يقول: ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها. فأنزل الله بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فما يأتي الظهر حتى يذهب عنهم السكر. ثم إن ناسا من المسلمين شربوها، فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا يرضى الله من القول، فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحرم الخمر ونهى عنها. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يسألونك عن الخمر، قال: نسختها، إنما الخمر والميسر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: قل فيهما إثم كبير، قال: هذا أول ما عيبت به الخمر ومنافع للناس، قال: هذا أول ما عيبت به الخمر ومنافع للناس، قال: ثمنها وما يصيبون من الجزور. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال: منافعهما قبل التحريم وإثمهما بعدما حرما، قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبان عن يحيى أنه بلغ أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ما هو ما لا يتبين في أموالكم.
وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك، وفي لفظ قال الفضل عن العيال. وأخرج ابن المنذر عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير رحمه الله يسأله عن العفو، فقال العفو على ثلاثة أنواع: نحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ونحو في الإحسان فيما بين الناس إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: قل العفو قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله: قل العفو قال الفضل. وأخرج عبد بن حميد من طريق أبي بن أبي نجيح عن طاووس رحمه الله قال العفو اليسر من كل شيء. قال: وكان مجاهد يقول العفو الصدقة المفروضة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل العفو قال لم تفرض فيه فريضة معلومة، ثم قال: خذ العفو وأمر بالعرف، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماتا. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: قل العفو قال هذا نسخته الزكاة. وأخرج الإمام البخاري والنسائي رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وأخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، وفي لفظ ابن سعد: قدم أبو حصين السلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه. ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال: يأتي أحدكم بما يملك، ثم يقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف فيعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وأخرج مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وأخرج أبو يعلى والحاكم وصحها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت خيرا فليرعى عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف. وأخرج أبو داود وابن حبان، أعيد الحديث، وأخرج أبو يعلى والحاكم وصحح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السافل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت خيرا فليرى عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف. وأخرج أبو داود وابن حبان والحاكم عن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السافل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطر أحد الثوبين فصاح به وقال: خذ ثوبك. وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وأخرج البزار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود،
وأخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعاب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. قال: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ قال: تتبرأ مما أمسيت فيه. قال: أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم. فخرج وهو يهم بذلك، فأتاه جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف، وليطعم المساكين، وليعطي السائل، وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية مما هو فيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.